شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من أعمال تنفيذ المتحف المصري الكبير وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال اجتماع مع عدد من الوزراء والمسؤولين، وأكد مدبولي على الاهتمام بجودة التنفيذ، وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية في مشروع المتحف المصري الكبير، خاصة فيما يتعلق بالمبنى الخاص لمراكب الشمس، وكذا متابعة التجهيزات الخاصة بعرض القطع الأثرية وكذلك المنطقة المحيطة بالمتحف، بما يشمل تطوير مطار سفنكس وأعمال محطتي مترو الأنفاق بالمنطقة.